الله وبركاته. اعزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي، اهلا ومرحبا بكم في درس نحو جديد واخر درس عندنا في منهج الصف الثاني الاعدادي الترم الاول هو التوكيد. درس التوكيد داخل ضمن مجموعه دروس التوابع. التوابع اللي احنا اخذنا منها قبل كده النعت واخذنا العطف، وقلنا التوابع هي كلمات تتبع ما قبلها في الاعراب. فانا عندي درس التوكيد من الكلمات التابعه لما قبلها في الاعراب. هنبدا مع بعض نشوف التوكيد. بدايه كده، يعني ايه كلمه توكيد؟ التوكيد هو تابع يذكر بعد مدفوعه لازاله ما قد يتوهمه السامع من احتمال اللبس او القصور في الفهم. من معناه كده توكيد، التوكيد عشان ااكد كلام، عشان السامع ما يكونش بيتوهم شيء من الخطا، فانا باكد عليه الكلام. طيب التوكيد عندي منه نوعين، ايه هو انواع التوكيد؟ اول نوع لفظي والثاني معنوي. التوكيد عندي نوعين، لفظي ومعنوي. من اسم التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ، هو تكرار اللفظ. طب تكرار اللفظ ده لفظ محدد ولا اي لفظ؟ لا اي لفظ، سواء كان اسم او فعل او حرف او كانت جمله تامه. تاني، التوكيد اللفظي هو تكرار للفظ، اللفظ ده سواء كان اسم او فعل او حرف او جمله. ازاي؟ نبص مع بعض كده على الامثله. لما اقول الله الله لطيف خبير، الجمله او لطيف بالعباد، الجمله عندي هنا الطبيعيه بقول الله لطيف بالعباد، الله مبتدا لطيف خبر وبالعباد جواب مجرور. طب تكرار لفظ الله ده هعرفه ازاي؟ او الكلمه المكرره دي هي عباره عن ايه؟ هلاقيها هي توكيد لفظي، هو تكرار للفظ فاعرفه توكيد لفظي. طب انا بعرف التوكيد ده ايه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ احنا لسه قايلين ان التوكيد ده من ايه؟ من التوابع، يعني بيتبع المؤكد. ايه المؤكد؟ اللي هو لفظ الجلاله الله. طب يعني لما اجي اعرف هقول ايه؟ هقول الله مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب الله الثانية اللي هو التكرار هعرفه ازاي؟ هقول توكيد لفظي مرفوع وعلامة رفع الضمة. ليه مرفوع؟ قلنا لأنه يتبع المؤكد اللي هو المبتدأ. طيب دي كده تكرار لإيه؟ لاسم. طب تعالوا نبص مع بعض إن ممكن يكون التكرار ده حرف. طب الحرف عندي إن، إن الحق منتصر. إن الأولانية دي إن الناسخة، طب والتانية هي إن برضه الناسخة. طب أنا لما باجي أعرفها هينفع أقول إن دي توكيد لفظي مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ لا، أنا في الاستخراج بس هقول إن ده توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي هنا توكيد لإيه؟ لحرف. ولكن كإعراب هقول إيه؟ هقول إن هو حرف ناسخ ناصب لا يحل له من الإعراب، أصلا ده حرف ملوش إعراب، يعني ما ينفعش إني أقول عليه مرفوع أو منصوب أو مجرور، هو الحرف ده ثابت لا محل له من الاعراب، ولكن في الاستخراج توكيد لفظي حرف. تمام؟ نبدا نبص على الجمله الثالثه، حضر حضر المعلم. حضر فعل ماضي مبني على الفتح. طيب حضر الثانيه هعرفها ازاي؟ هقول فعل ماضي مبني على الفتح، وما بين قوسين هقول عليه ده ايه؟ ده توكيد لفظي. ليه؟ لأن هو مكرر، ده جاي لي تكرار للفعل الأولاني، يبقى أنا هقول هنا ده إيه؟ توكيد لفظي، بس أنا كإعراب هقول على إيه؟ لا ده فعل ماضي مبني على الفتح، ولكن بين قوسين أخلي بالي إن ده توكيد لفظي للفعل. إن الله لطيف خبير، إن جملة إن وأخواتها، إن الله لفظ الجلالة، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لطيف خبر ان مرفوع عليه رفع الضمه. هلاقي ان الجمله كلها مكرره، ان الله لطيف خبير، ان الله لطيف خبير. طب التكرار ده كله اسمه ايه؟ اسمه توكيد لفظي جمله. يعني ايه؟ يعني جايب لي جمله كامله متكرره. يبقى انا معنى كده لما اجي استخرج، لما اجي اعمل حاجه، اعمل الجمله دي كلها اقول توكيد لفظي واسكت؟ لا، هعمل الجمله كامله ان واسمها وخبرها، وهقول ان الجمله دي كلها جمله توكيد ايه؟
لفظي يكون بتكرار اللفظ نفسه سواء كان اسم أو فعل أو حرف أو جملة. اسم أو فعل أو حرف أو جملة بيبقى تكرار، والتكرار ده بنقول عليه توكيد إيه؟ لفظي، توكيد لفظي. تعالوا نبص على تاني نوع من أنواع التوكيد، هو الأكثر انتشارا والأكثر استخداما، ولازم أركز فيه كويس قوي علشان ممكن أتلخبط فيه. التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي هما ست ألفاظ، الست ألفاظ دول ليهم شروط محددة بتخليني أعرف الكلمات دي توكيد معنوي. تعالوا مع بعض كده نشوف إيه هي الكلمات. بداية كده، نفس وعين، نفس وعين، كلا وكلتا، كلا وكلتا، كل وجميع، نفس وعين، كلا وكلتا، كل وجميع، ست ألفاظ بتأتي للتوكيد. طب هل الكلمات دي بتأتي للتوكيد كده على طول؟ لا، هلاقي ان الكلمات دي ليها شروط. ايه الشروط بتاعتها؟ لابد ان تتصل بها ضمير، يعني اللفظ ما يجيليش نفس، ممكن نفسه، نفسهما، انفسهم، يعني معنى كده لازم تتصل بها ايه؟ ضمير. طب تاني حاجة تكون زيادة على الجملة، يعني ايه زيادة على الجملة؟ يعني فضلة. يعني ايه فضلة؟ يعني لو حذفتها من الكلام ما تأثرش أبدا على معنى الجملة. تاني، أنا عندي ست ألفاظ، إيه هي الألفاظ دي؟ نفس وعين، كلا وكلتا، كل وجميع. الست ألفاظ دي بتأتي توكيد معنوي ولكن ليهم شرطين. إيه الشروط بتاعتها؟ لازم تتصل بها ضمير. طب والشرط التاني؟ لازم تيجي زيادة على الجملة. زيادة على الجملة يعني ايه؟ يعني لو حذفتها من السياق بتاعها مش هتأثر على معنى الجملة. طب تعالوا نشوف كده أمثلة. حادثني الوزير نفسه أو نفسه. حادثني الوزير نفسه. مين اللي حادث؟ حادث فعل ماض مبني على الفتح. حادث مين اللي حادث؟ الوزير. يبقى الوزير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب نفسه لو أنا حذفتها، حادثني الوزير، الوزير تحدث معايا، فخلاص الجملة تامة، يعني معنى كده إنها زيادة على الجملة. طب أخلي بالي كمان إن هي متصل بيها إيه؟ ضمير، متصل بيها ضمير. يبقى كده الشرطين بتوعي اكتملوا ولا ما اكتملوش؟ اكتملوا، جايالي نفس زيادة على الجملة ومتصل بيها ضمير، يبقى بالتالي أقدر أعرفها توكيد وأنا مطمن. طب إعرابها إيه؟ إحنا قلنا بيعود إعرابها أو بيتبع المؤكد. المؤكد عندي اللي هو الوزير، يبقى أنا لازم أعرف الوزير صح أو لا.
كلاهما. تعالوا نبص على الامثله علشان نعرف نفرق ما بين كل حاجه. الطالبان كلاهما محترمان. إن الطالبتين كلتين هما محترمتين. نبص على الجملتين كده. الطالبان كلاهما محترمان. الطالبان مبتدا مرفوع بعلامه رفع الالف لانه مثنى. الطالبان من هم؟ ينفع اقول الطالبان كلاهما واسكت؟ طبعا ما اهتمتش معنى الجمله. يبقى الطالبان محترمان. محترمان دي ايه؟ خبر المبتدا مرفوع بعلامه رفع الالف لانه مثنى. كلمه كلاهما زياده على الجمله ومتصل بها ضمير وبتؤكد الطالبان، تبقى توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ليه قلنا مرفوع؟ لأن الطالبان مرفوعة، يبقى كلاهما تبقى مرفوعة زيها. طيب إن الطالبتين كلتيهما محترمتان. إن حرف ناسخ ناصب مبني لا محل له من الإعراب. الطالبتين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كلتيهما إن الطالبتين كلتيهما ينفع كده تثبت المعنى؟ لا طبعا دي زيادة على المعنى. محترمتان خبر إن مرفوع عليه رفع الألف. طب كلتيهما دي إيه؟ كلمة زيادة على الجملة ومتصل بها ضمير، وإحنا وضحنا إنها من التوكيد المعنوي، تبقى توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يبقى أنا خدت إن كلا وكلتا. كلا للمذكر المثنى وكلتا للمؤنث المثنى. وخلي بالي انها تعامل في الاعراب معامله المثنى. يعني ايه؟ يعني ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. يبقى انا لما اجي في الاختيارات بالذات لازم اركز المؤكد مذكر ولا مؤنث، لازم اركز هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، هيفرق معايا كتير في الاختيارات. خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا ان نفس وعين مفرد ومثنى وجمع، وعرفنا في حاله الجمع بنزود همزه. كلا وكلتا للمثنى، وخلي بالي من اعراب المثنى. اخر حاجه عندي هي كل وجميع. كل وجميع الاثنين بيؤكدوا الجمع. الاثنين بيؤكدوا ايه؟ الجمع. وخلي بالي ان هما بيؤكدوا الجمع سواء كان جمع كلمه جمع او كان مفرد له مجموع في داخله. يعني ايه؟ يعني كلمه كتاب
يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا